السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعلموا فيها كيف نطرح السؤال باللغة الفرنسية باستعمال هذه الأدوات اللي هما comment, quand, pourquoi, combien, est-ce que, où, et qui. فلنبدأ على بركة الله. والآن غنبداو بكون. كون سيغا كيستيوني سور لو مومون دون اكسيون. فكون كنستعملوها الى بغيت نسال عن الزمان اللي هي متى. اذا بنسال عن الزمان او الوقت كنستعمل كون او متى. نشوفو اكزامبل. دوبوي كون كتعني منذ متى. دوبوي كون. Jusqu'à quand اللي كتعني إلى متى. داكور. والآن ننتقلوا لكومون أو كيف. Exemple أو مثال. Comment vas-tu فكومون vas-tu كتعني كيف حالك. ودائما في الكيستيون ما تنساوش البوان دانتيروغاسيون او علامة استفهام. داكور. دونك كومون كتعني كيف. كومون فاتو كيف حالك. الان عندنا كومبيان او كم. اكزامبل. كومبيان كوت سو ساك كتعني كم ثمن هذه الحقيبة. فشوساك لو ساك هو الحقيبة. كومبيان كوت سو ساك كم ثمن هذه الحقيبة او كم سعر هذه الحقيبة. ليكزامبل نيميرو 2. كومبيان سوري فو فمثلا الا كانوا رجعنا شي ضيوف فممكن نسال كومبيان سوري فو كتعني كم ستكونون. الان ننتقلوا لاو او. فانتبهوا او اللي كتكون فيها اكسون، يعني عندنا اكسون سور او، اكسون غراف سور او. فهاد او كنستعملها الا بغيت نسال على لو ليو او المكان. او اين فكنستعملها الا بغيت نسال عن المكان او لو ليو. نشوفوا اكزامبل. او ابيتو اللي كتعني اين تسكن. فانتبهوا، فبالنسبه لاو اللي ما فيهاش اكسون فكتعني او، يعني اداه عطف كونجونكسيون دو كورديناسيون. داكور. دونك قلنا او اللي فيها اكسون كتعني اين، او ثانيه اللي ما فيهاش اكسون فكتعني او، اداه عطف. داكور. نشوفوا ثاني اكزامبل. او فاتو اللي كتعني الى اين تذهب. إلى أين تذهب. داكور. دونك أو كنستعملها إلى بغيت نسأل على لو ليو أو المكان. الآن نمرو إسكو. فإسكو كتعني هل. شوفوا إكزامبل. إسكو تو فا بيان اللي كتعني هل كل شيء على ما يرام. ف اسكو كتعني هل. فانتقلوا لبوركوا او لماذا. ف اون لومبلوا بوركوا بور دير بور كال ريزون او بور كال كوز. الى بغيت نسال عن السبب فكنستعمل بوركوا او لماذا. نشوفوا اكزامبل. Pourquoi tu as fait cela اللي كتعني لماذا فعلت هذا. Pourquoi tu as fait cela. فقلنا pourquoi كنستعملها الا بغيت نسال عن السبب فكنقول لماذا او pourquoi. نمرو لكي. كي كتعني
من من example qui es-tu qui es-tu اللي كتعني من انت من انت. الان مره نتعرفوا على لانتوناسيون باش نعرفوا شنو هي لانتوناسيون غنشوفوا هاد ليكزامبل. الوغ هنا عندي اون فراز لي سامبل tu aimes aller au musée tu aimes aller au musée. فهاد لا فراز الا غيرت النبره نتاع الصوت نتاعي اللي هي لانتوناسيون فغيرجع سؤال دونك هاد لا فراز غترجع سؤال. ف عوض ما نقول tu aimes aller au musée غنقول tu aimes aller au musée tu aimes aller au musée. فكيف كتلاحظوا غيرت فقط النبره نتاع الصوت نتاعي وهاد لا فراز رجعت عباره عن question او عن سؤال. داكوغ دونك ما استعملش ادوات الاستفهام اللي هما كومون اسكو كون ما استعملتهمش فقط غيرت النبره نتاع الصوت نتاعي و هاد لا فراز رجعت عباره عن question. داكوغ دونك tu aimes aller au musée اللي كتعني تحب الذهاب الى المتحف تحب الذهاب الى المتحف. داكوغ دونك هذه هي لانتوناسيون. فممكن نطرح سؤال بلانتوناسيون يعني كيف قلت كنغير النبره نتاع الصوت نتاعي وممكن ايضا نستعمل لانفيرسيون دو سوجي لانفيرسيون دو سوجي. فنبقاو في نفس ليكزامبل اللي هو tu aimes aller au musée. الان كنقومو بلانفيرسيون سوجي وكنقولو aimes tu aller au musée aimes tu aller au musée. دونك فاش كنقومو بلانفيرسيون دو سوجي فلا فراز كترجع عباره عن كيسيون او سؤال aimes tu aller au musée. هذا كيتسمى بلانفيرسيون دو سوجي. فكتكون عندي اون فراز سامبل فاش كنبغي نرجع على الكيسيون كنقوم بلانفيرسيون سوجي وكنقول aimes tu aller au musée اللي كتعني ايضا تحب الذهاب الى المتحف تحب الذهاب الى المتحف aimes tu aller au musée. فنتمنى يكون واضح لكم ووصلنا لنهاية الحصة اللي تعلمنا فيها كيف نطرح سؤال باللغة الفرنسية. فقلنا يا اما كنطرحوه بكومون اللي كتعني كيف وإلا كنت غنطرح سؤال كيتعلق بالوقت فغنستعمل كون يعني اللي كيتعلق بالزمن فكنستعمل كون او متى. كنستعملو ايضا اسكو اللي كتعني هل. عندنا ايضا بوركوا اللي كنستعملها الا بغيت نعرف السبب دونك بوركوا او لماذا. كومبيان اللي كنستعملها الا بغيت نسال عن الكميه او لا كونتيتي اللي هي كم. او اللي كنستعملها الا بغيت نسال عن المكان اين. او وكيف قلنا نفرقوا بين او اللي فيها اكسون اللي كتعني اين او اللي ما فيهاش اكسون اللي كتعني او. وعندنا كي اللي كتعني من. وكيف قلنا ايضا كيمكن نطرح كيسيون بلانتوناسيون يعني فقط كنغير نبره الصوت نتاعي او لانفيرسيون دو سوجي. مثلا tu aimes le sport غترجع aimes tu le sport. دونك فاش كنقومو بلانفيرسيون دو سوجي لا فراز كترجع عباره عن كيسيون. نتمنى يكون كلشي واضح. ما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتعمل الفائده جيم او لايك الفيديو فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.